تبقى بالنسبة أولا هذه المختصر في جدا جميع العلوم ولها كثير منها في كلمة التي ذكرها الإمام الحسن سلام الله عليه في مناسبة لو كان يتحدث عن نفسه من عرفني وذكر في فلان وكان حاضرا معاوية فاستناظر معاوية يعني كيف يصف نفسه يمدح نفسه وعلى أنه هو ابن رسول الله فالقوم معي يقلبون وخايف من معاوية يقلبون وضد ذلك وحده فالتفت إلى الإمام الحسن فقال دع عنك هذا وقل في نعت الرطب فذكر الإمام الحسن هذه العبارة وواصل بعدين خطبته فقال الريح تلقحه والحر ينضجه والليل يبرده ويطيبه الحقيقه عندما استعرض هذه العبارات التي فيها علوم الاتيه علم الفيزياء علم الكيمياء علم النبات وعلم الكره هذا حسب نظرتي القاصره الى هذه الاشياء فبالنسبه الى الرطب عندي دراسات كثيرة أثبتت وليس فقط من الكائنات الحية سواء من نبات أو حيوان تأثر في الطقس درجات حرارة والبيئة والوضع الصحي والعمر ونوع الغذاء ونبدأ بواحدة منهم أولا نبدأ بالنسبة إلى مراحل النمو وأن الرطب حطيناه الفحم كلنا شفنا ولاحظنا خاصة لمقنا صغار وأبعد من الناس عارف أن النمو مال الرطب أو التمر أو البلح نسميه خمسة أطوار الطول الأول هو الطل أول ما تبدأ تظهر الثمرة هذا الإمام الحسن سلام الله عليه يشير إليها الريح تلقحه نعرف أن في فحار على بلدنا وفي نخلة فبالنسبة إلى هذا اللقاح تخرج من الشجر من النخل او الفحار على نخل بواسطه الريح يحمله الى انثى النخله فيتم التلقيح والاصابع تتكون اول قور او اول بدايه الجنين الذي يسميه الطير. الطير بعد فتره زمنيه تحول الى خلاف وهي تبدا الاستطاله ويبدا يتغير اللون يصير لون اخضر طبعا بالنسبه للاستطاله وللتغير اللون بتدخل بعد قليل راح اتكلم فيها الضغط الجوي في الفيزياء هي فيها ايضا تدخل فيها الضوء وهي فيزياء يدخل فيها الحراره ايضا وهي فيزياء راح نتكلم عنها ايضا ثم يتحول الخلايا الاخضر الى البسر ومن بعد البسر الى رطب وثم الدور الاخير الى التام بالنسبه لهني لما يذكر الإمام هاي الريح تلقاها الحر ينضجه قضية الحرارة أثبتت الدراسات الزراعية أن تعاقب الليل والنهار على النبات يحسن في إبداد التمر طعمه وجودته وأيضا كمية اللحم اللي فيه لماذا؟ أولا بالنسبة للحرارة وجدت حسب الدراسات العلميه ان في ماده سواء تسمى هرمون او انزيم ماده تتكون في النهار اذا كانت الحراره اكثر من 24 الى اقل من 30 تتكون هذه الماده هذه الماده بتغير اللون الاخضر اللي هو الخلايا الى الوان اخرى وهذه الالوان ان شاء الله لما نتكلم عن قوس صح نعرف درجات الحرارة وكميات الطاقة الموجودة فيها تتغير ذلك اللون بلون آخر. بعد الثلاثين اللي يكون حار جدا وعيدا في الصيف تبدأ هذه المادة تتغير إلى مادة ثانية وتكون فقط تقوم بعملية تغيير اللون الأخضر إلى لونين إما أصفر أو أحمر. وهذا اللون يكون الحر ينضجه، يصير ناضج على انه يتكون لون احمر واخضر. يجي لنا بعدين الى البروده. ايضا وجد ان في الليل بتكون
درجة حرارة أقل 24، وبيكون البسر أو الخلال محاط ببعض الرطوبة الجو أو بعض الندى البسيط أو البخار الجوي، خلينا نقول الهواء الجوي اللي هي بخار. فهي الرطوبة تحاول أن تلطف كمية الحرارة المخزونة داخل البسر، لأن البسر يقوم بامتصاص كمية حرارة، واللي متخصص في الفيزياء الأتومية كمية حرارة تعتمد على الكتلة وعلى درجات حرارة وعلى نوعية المادة الموجودة في البسر. بالنسبة لما يكون جاف ما عندنا رطوبة، نلاحظ أن الحرارة كلها حلوة. فإذا هي بالنسبة للقضية لما قال والليل يفرغ، لما كان يطيب لأن بوجود هذا البخار الموجود في الهواء الجو تحافظ الرطب والبسر على هيكلها الخارجي، فما لاحظ أنها انبعدت أو صارت حشفة على بدنها. يعني هذا السر بوجود كثرة المخيلة الآن الموجودة في الخليج العربي بشكل عام، هو اللي يمتاز المناخ بشكل عام بالحرارة لكثرة الشجر المخيل الموجودة. الحرارة يوصل 3 كما فوق، يمكن اللون تحضر يتغير بس فقط. هاي بالنسبة للوجود الحرارة. أستاذي. نعم. عندك الكاوس والشمال. طيب احنا نعتبر وقت اهل بعد من الجمهور. شكرا يا ابو سعيد. على كل حال احنا طبعا ما بتكون عندنا حصه تخصص العلوم بلا يعني بلا شك، بس احنا محتاجين حقيقه محتاجين نتناول هذه الاحوال. في شيء محفوظ كلش الدكتور طبعا على مدار في سؤال عرض الى الامام الحسن سلام الله عليه مدام والدنا العزيز حقيقة سألي الإمام الحسن كان جالس في منطقة سمن مخيم، فسأل معاوية سأل الإمام الحسن قال هذه نخلة كم فيها من البصر؟ فذكر الإمام بأنها 4004. يعني عاد حتى كم بسر موجود؟ فلما صرمت النخلة وعدت عدد البسرات فوجدت 4003. التفت معاوية الإمام حسن وقال الإمام حسن الإمام عنا لا نكذب ولا لا كذبت، ما كذبت ولا كذبت. فالتفت إلى كان شخص اسمه عبد الله بن عامر منه في يده كسرى، فقال وتلك مالكك أو اللي هي 4004. فكان هاي بالنسبة لما بقيت أحسي لها معادلة رياضية، علم الرياضيات معادلة رياضية أقارني تتوقع ضمتي والله أعلم من نخل لنخل، لأن بالنسبة لنا النخيل ذاك الزمان قد تكون نخيل مبارك بوجود الإمام حسن وجوده في البيت، تعرف إن ما في بيئة مختلفة تغير تلوث بيئي ولا تؤثر على نمو البصرات وغيره، ولكن سهل تحسب كم عدد العلم في كل نخلة، كم نسل، كم روح في كل نخلة، كم رطبة موجودة في كل شمروخ. فهل السؤال الآخر هل كل النخيل تحتوي نفس العدد أو تتغير من نخلة إلى أخرى؟ على كل حال إحنا نغادر الرطبة الآن ونروح إلى موضوع آخر اللي مهم جدا. سئل الإمام عليه السلام كم بين الأرض والسماء؟ هذا السؤال يعني ما يسأل الإنسان كذلك ملم بهذا المحتوى على الإجابة، محتوى على الإجابة على السؤال، فكم بين الأرض والسماء؟ بالنسبة لما حصل عندما سئل كم بين الأرض والسماء، بمناسبة الأسئلة هاي في أحد الشاميين جاء الإمام علي فقال عندي مجموعة أسئلة فقال اسأل هذا أي واحد من المحامين من حسن حسين قال شاب من حسن وسأل. فلما سأل من ثلاث سنة كم بين الأرض والسماء فأجاب الإمام الحسن بإجابة مختصرة لأنه يحاسب على قدر الكون المجتمع الموجود وعلى المستوى العلمي وعلى المشهد الضرورة في الدين الإسلامي، فقال دعوة المظلوم ومد البصر. كلمة مد البصر نتكلم فيها يعني الوحدة الفلكية، مد البصر من علم الفلك كامل. طبعا بالنسبة لي الإمام لما يقول فن البصر يعني مسافة 2000 جدا، ودائما يقول أن الأرقام الكبيرة
الشغل والذراع والقاعد والقدم، فصعب ان يفهم السائل كلمه وحده فلكيه. وصراحه اذا سافرت بين الاجرام السماويه واللي كان عارضين الاجرام السماويه جدا كبيره وتقدر بوحده، وهي الوحده اللي تعتبر على المسافه اللي بيقطعها، يعني بدل ما نقول سنه ضوئيه أو ثانية ضوئية أو دقيقة، يعني بيحكي زمن بس ضوئية. لماذا؟ لأن كل ثانية ضوئية بتقطع مسافة قدرها 300 مليون متر، الضوء بيقطع لي 300 مليون متر في الثانية الواحدة. فأجاب الإمام ابن حسن سلام الله عليه بما معناه أن المسافة 150 مليون كيلو. المسافة ما بين الأرض والسماء هي 150 مليون كيلومتر. طبعا احنا قلنا بالنسبة لشركة تقسم المسافات، فعلا كنا بنحسب الحسابات وجدنا نفس الرقم يطلع 149.9999 مليون كيلومتر. هو دي معلومات بسيطة أقرب اللي بيبينها تصل أشعاعك في 4 سنوات. شو حسبنا هي المسافة 150 مليون؟ لأن ضوء الشمس يصل إلى الأرض في 8 دقائق بوينت 2.3333 ضوئية، يعني يضرب 8.33 في 60 في 300 مليون يطلع 2 متر. قسم على 1000 يطلع 2000. تمام 2 دقائق اي مسافه بياخذ الضوء يقطع علينا من الشمس، من يطلع الشمس من يطلع الضوء من الشمس الى الارض ياخذ 8 دقائق.